قال يوحنا الرسول: في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا، وكان بعد ظلام، فرأت الحجر مرفوعا عن القبر، فأسرعت وجاءت إلى سمعان بطرس والتلميذ الآخر الذي كان يسوع يحبه، وقالت لهما: أخذوا الرب من القبر ولا نعلم أين وضعوه. فخرج بطرس والتلميذ الآخر وأتيا إلى القبر، وكان الاثنان يسرعان معا، إلا أن التلميذ الآخر سبق بطرس فوصل إلى القبر أولا، وانحنى فرأى الرباطات ملقاة إلى الأرض ولكنه لم يدخل. ثم وصل سمعان بطرس يتبعه، فدخل القبر وشاهد الرباطات ملقاة إلى الأرض، والمنديل الذي كان على رأس يسوع غير ملقا مع الرباطات، بل مطويا وحده في موضع آخر. حينئذ دخل التلميذ الآخر الذي وصل إلى القبر أولا ورأى فآمن، لأنهما لم يكونا بعد قد فهما ما جاء في الكتاب أنه ينبغي أن يقوما من بين الأموات. ثم عاد التلميذان إلى حيث يقيمان. حقا والأمان لجميعكم. في يوم الأحد جاءت مريم المجدلية إلى القبر باكرا. أبناء القيامة الأحباء، مع كل يلي عم بيتابعونا عبر شاشة شارتي تي في، تحية قيمية بالرب القائم من بين الأموات، يلي عطانا ثقة بمواعيده، يلي كلمنا فيها وعطانا نعمة خلاصية من خلال هالإيمان العارم يلي عم نعيشه اليوم بعالمنا المعاصر، ونحن بملء الثقة ببعضنا البعض وبكنيستنا وبربنا، وقت اللي عم ننشد هالحب المتناغم مع إرادتنا الحرة من قلب معموديتنا يلي عطيتنا نعمة الانطلاق نحو هالبشرة، بشرة القيامة. نحن بدأنا بالأسبوع الثاني من زمن القيامة، بعد ما مرقنا بأسبوع الحواريين، وحملين نعمة هالأيام بهالفرح يلي عطانا فرج بقلب حياتنا المسيحية، هالفرح يلي ما حدا بيقدر يسرقه منا مثل ما قالنا مرة يسوع. هيدا الفرح لازم يكون دايما موجود بقلب حياتنا المسيحية، حتى بوقت الألم، وقت الشدة، نكون فعلا حاملين هذا الفرح يلي هو علامة الحرية وعلامة التواضع وعلامة العطاء الغير مشروط. ونيالنا اليوم بقلب تأملنا بهالمشهدية الحلوة من يوحنا الفصل 20، ونحن بكنيسة مار يوحنا الحبيب منشوف مريم المجدلية يلي هي من بلدة مجدلة، بالعبراني مجدل أي العمود، يلي هو عمود دايما كانوا يراقبوا من خلاله، وكأنه مريم طلعت على هذا البرج وراقبت هذا المسيح يلي عطاها الصفح وعطاها الغفران. كيف قدرت تكون رسولة حية مع هالشاب يلي قدرت تقطف من كلماته حياة جديدة لحياتها؟
نيالا مريم. حتى بعد الموت دل عندها الإرادة إنها تتبع يسوع حتى القبر بكير. وقالنا الإنجيل يوحنا كان بعد في ظلام، وكأنه بعدنا بظلام الموت، بقلب ظلام الخوف. والدي اليوم عم نخاف من أمور كثيرة على مصيرنا، على مستقبلنا، ولكن يلي قالنا لا تخافوا عطانا الضمان الأكيد. جاي لحتى الطيب جسد يسوع، ويسوع كان هون صار طيب، جاي حامل العطر، جاي لحتى توفي بوعده. هالعطر يلي سكبته على يسوع جاي يتكمل، والطيب جسده ما بعد الموت، وهو الطيب الحي القائم من بين الأموات. شافت هالحجر دحرج، أتت مسرعة وخبرت بطرس والتلميذ الآخر يلي هو يوحنا، وما سمي الإنجيل باسمه. هذا يوحنا الرسول الإنجيلي، مش موجود اسمه بالنص، تاسمنا يكون كمان مع اسمه. كل واحد منا بده يكون شاهد لقيامة يسوع من بين الأموات. جاي وحامل الطيب للطيب يلي اجا يطيبنا بقيامته. هل أنا بحمل طيب يسوع وطيبة يسوع بحياتي المسيحية؟ هل القيامة تعطيني أن يكون طيب مع كل إنسان بلتقى فيه؟ أم أنا على مستوى هذا الموت العقيم، الموت يلي ما بيخدني إلا للخطية، حتى أكون عبد لإله، حتى خطيتي المحبوبة يلي بعد ما تحررت منها؟ إجوا اثنين بسرعة، بطرس ويوحنا. بيوصل يوحنا على القبر بالأول وبيوقف على الباب، ليس بقى بطرس. ممكن بطرس لأنه همته ثقيلة وبعده بقلب هالندامة وبقلب هالصراع، كيف نكر يسوع 3 مرات، بعده حزين، ويمكن لأنه همته صارت ثقيلة. ولكن يوحنا احترم بطرس وما فات على القبر. والفكرة الرعائية اللي بدنا ناخدها من إنجيل اليوم، هل أنا عم بحترم غيري؟ هل أنا عم بحترم أمي وبيي؟ أكرم أباك وأمك. هل أنا عم بحترم، بترك طيفتي ومطراني وكاهن رعيتي؟ أنا بقلب الدير عم عيش هالطاعة والاحترام؟ بقلب أي مؤسسة عم كون مطواع لهالاحترام المتبادل؟ أولا على الصعيد الإنساني، أن يكون إنسان قبل ما يكون أيضا إنسان مسيحي. هل أنا إنسانيتي عم تبرز هالدور يلي الرب علمني إياه، أن يكون إنسان مسالم؟ لأنه المسالمة بتنطلق من قلب هالاحترام المتبادل. يوصل بطرس وبيدخل إلى القبر، بتكون مشهدية القيامة قدام عيونهم. ما كانوا عارفين الكتب مثل ما قالنا يوحنا، بعد ما قدروا وصلوا لقلب هالحقيقة توقت يلي لمسوها ورجعوا على بيتهم، ولكن مش بيتهم الخاص حيث يقيمان، ولكن وصلوا للبيت المجتمعين فيه الرسل. هل نحن نأتي إلى الكنيسة؟ وكيف نأتي إلى الكنيسة؟ وبعد ما يقلنا الكاهن اذهبوا بسلام، هل أسرع في نشر بشرة سلام قيامة يسوع المسيح؟ سمعنا مر بطرس برسالته الأولى بالفصل الأول، تبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح يلي ولدنا بوافر رحمته ولادة جديدة لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح. هالرجاء الحي يلي أنا بدي أدخل من خلاله بقلب موسوعة حب الله لإلي ولا خي الإنسان، هذا المسيح القائم من بين الأموات.
يلي عطانا الميراث يلي هو غير قابل بقلنا بطرس الرسول للفساد والرجاسة والذبول، ومحفوظ فعلا لهالملكوت السماوي يلي نحن فعلا بالإيمان رح نورث هالملك المعد لنا من قبل إنشاء العالم. نيالي إذا زحت من حياتي الحجر عن قبر أنانيتي تعجرفي، زحت الحجر ودخلت بفرح لقيامي تحت أكون طيب. كلنا ضيفنا على العيد إشياء طيبة كتير بعد ما عشنا القطاعة بهالصوم المبارك وأسبوع العظيم أسبوع الألام. ولكن السؤال الكبير، أنا يلي كنت قاطع درت أقشع بالصوم والألام والقيامة يلي قاطع قدامي يسوع المسيح بالمظلوم بالفقير بالجعان بالعطشان بالمريض بالأشخاص يلي أكست عليهم؟ أحبائي ما بقدر إلا ما أكون مسالم. ابن القيامة هو شخص مسالم، ابن السلام. يسوع بقيامته صار سلامنا. هيدا هو الصليب الفصحي، نطلع منحط شارة بيضة رمز أمير السلام يلي إجت حتى يبيض حللنا ترجع جديدة. هل أنا شفته بيلي قاطع قدامي؟ الفقير منه بحاجة بس لمصرياتي وللكرتون اللي فيها مواد غذائية، ما في أجمل منا أقعد مع المحتاج وحسسه بإنسانيته. أكل أنا وياه، أشرب أنا وياه، أحكي أنا وياه. هيدي هي بطولة العطاء، أن يكون حد خي الإنسان، مش بالمساعدة كتر خيركم، ولكن بحضور الإنسان المسيحي معه. هذه هي القيامة، أن أدخل في سر المسيح، أن أدخل في حياة المسيح، ويكون عندي فكر المسيح مثل ما بيدعيني بولس الرسول: أما نحن فعندنا فكر المسيح. بيخبروا عن رجل عنده بستان كرز، بيجي ولد لعنده بيقول له: أنا بحابب أشتغل عندك، أنا ما عندي إلا أمي الأرملة وبدي كمل علمي، تسمح لي أني أطف مع العمال؟ قال له: أكيد يا ابني تفضل. وكان هالرجل صالح، بآخر النهار كان كل موظف عم يقطف هالكرز هو وعم بيغادر يعطي إجرته ويقول له: كموش كمشة كرز معك وخذا معك على البيت. بيوصل دور الولد بيعطي إجرته وبيقول له: كموش. بيطلع هالولد بإيدي بلاقيهم صغار، بيقول له: عمو مش لي أنت بإيديك؟ وفتح كنزته. قال له: لي. قال له: إيديك أكبر من إيدي، بيطلع لي أكتر. نحن بقيامة يسوع بدنا نقول له: يا يسوع بهمنا شو رح تحملنا أنت بإيديك، لأنه إيدينا صغار، قد ما نسعى ما رح نشبع إلا من يلي أنت تعطينا إياه. أعطينا يا يسوع بقيامتك أنه نجدد نظرتنا بقلب حياتنا المسيحية، ما تخلينا نطلع إلا من خلال إيديك. دايما كل ما بدنا نطلع بشيء خلي إيديك قدام عيوننا، تنوضر من جروحات إيديك ونشوف مثل ما أنت بدك ينا أنه نطلع. يا بيعة المحبة، المسيح قام، المسيح قام، المسيح قام، ونحن شهود على ذلك. Thank you.